دكتور حسام، الكعب العالي بيتقال ان هو بيصلح حاجات، امتى يبقى مفيد؟ احنا طبعا عارفين اضراره اللي مش عايزين نعرفها، بس امتى يبقى مفيد؟ في اني طبيعة جسم امتى يبقى مفيد؟ ولو ناس مضطرة انها تلبس كعب عالي، ايه الاحتياطات اللي تعملها؟ بصي، يعني هو يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول عليها الكعب العالي مفيد هو الناس اللي عندهم التهابات في وتر أكيلس، عندهم وتر أكيلس ده هو الوتر اللي موجود ورا الكعب وطالع ماسك في عضلة الساق. دول بنقول لهم يلبسوا كعب لأنه الكعب بيقلل التنشن على الوتر ده وبيقلل الوجع بتاعه. لكن ممكن الكعب العالي مبقاش مضر، بس احيانا بيسبب زياده في وجع الظهر نتيجه وجود مشاكل معينه، من ضمنها مثلا الناس اللي عندهم انزلاقات فقريه او عندهم شرخ في الفقرات القطريه، او الناس اللي عندهم يعني خشونه ادت الى ان الكيرف اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو احد علامات الجمال على فكره ما بقاش موجود. ساعات الخشونه بتخلي الكيرف اللي موجود في اسفل الظهر ده مش موجود، فلو لبس كعب المريض الست تتحدف لقدام اكتر وتبقى بتوجع وتبقى شكلها حتى مش حلو. طيب، انا عارفه ان وقتنا بيروح، بس دكتور ايمن، في ناس كتيره جدا مبهورين بجسم كيم كارديشيان واخواتها، بالذات ان هم كانوا الكتله العظميه بتاعتهم وجسمهم اوريدي من زمان وهو كيرفي، دلوقتي هم بقوا رفيعين. يقال ان هم استعملوا انواع من الادويه اللي خسستهم، هل انت حضرتك مع ان ممكن استعمل ادويه خسسان؟ بص يا سيدي، ايوه، ان فيري شورت، الادويه ما فيش دواء بيخسس، الدواء بيساعد مع رجيم ورياضه، والرياضه okay. تختلف من واحد لواحد، فان دواء يخسس هو في حاجه واحده مش هقولها، بس ده انت بتخسسي البني ادم وبتموتيه، واللي بيعملها بيبقى واحد مجرم. ده تاني في دواء تاكلي خروف وتخسي، حاجه كده بس هتموتي. وفي واحد يوناني بيستخدمه، وانا قابلته في مؤتمر مره قلت له انت قاتل يعني من كام سنه. المهم نيجي على الدواء نفسه، ففيش دواء بيقول لك الدواء ده بيخسس، كل اللي بيتكلم دول ناس مش فاهمين حاجه خالص. في دواء يساعد، كان في دواء كويس قوي من كام سنه واختفى لظروف ما، دلوقتي في دوايين اتنين على مستوى العالم بره امريكا، امريكا فيها واحد يعني جربته ما عجبنيش، في دوايين الاورلي ستات او اللي هو ماده الاورلي ستات اللي هي بتساعد كده، والادويه تانية الليرا جلوتايد والمجموعه التانية اللي هي ادويه اللي بتعالج السكر من النوع التاني، وانا كنت في برشلونه من كام يوم مؤتمر على الكلام ده، ان هو ده بيساعد يديك شعور بالامتلاء، انما خد الحبايه دي وطول النهار واحد واقف في صيدليه وعمال يقول كل ده ما فيش غير دول بس، فيما عدا ذلك قد حاجات قد تموت. انتبهوا للدجل، القعده معاكم حلوه والله، لازم نكمل في الحلقه دي، بس في نص دقيقه، باعتبار الرقبه اكتر حاجه بتتاثر عند الستات والرجاله لما بيخسوا، هل نشدها ازاي؟ حل ان هي ترجع لشكلها الطبيعي؟ طبعا جراحه ولا حاجه تانية؟ جراحه لو ترهل جاء كتير قوي، يعني ست بقى كبيره في السن. طب لو حاجه حاجه متوسطه بتاع، في طبعا جهاز جديد اللي هو اسمه مش مهم اسمه، في بالليزر صح؟ هو بالليزر اللي هو بتحط حاجه لا هو انفيزيف، يعني بنخش جوه بس بابره رفيعه خالص بتطلع شعاع الليزر، اسمه اندوليفت، بينشط الكولاجين. يعني في حلول غير جراحيه خالص، تمام. سهله جدا وبنج موضوعي، او ما فيش بنج حتى. اسعدتونا ونورتونا، ولسه القعده معاكم حلوه والله يا دكتور، كل الامتنان وكل الشكر وكل معلومه معلوماتكم ولوقتكم.